لتعزيز استقرار الأمن في مدن المحافظة تواصل القوات الأمنية عملياتها بصحراء الأنبار، وتأتي هذه العمليات بعد عدد من التعرضات التي نفذها العناصر الإرهابية على عدد من نقاط التفتيش المنتشرة في صحراء الأنبار، فضلا عن الهجمات التي تشن على الحشود العشائرية وآخرها الذي نفذ بطائرة مسيرة. اليوم محافظة الأنبار تشهد استقرار أمني ملحوظ، استقرار أمني كبير جدا، وهذا كله تفضل القوات الأمنية ومختلف الصنوف. لكن احنا شغلة واحدة انه نطلبها من قواتنا الأمنية انه لمن اجل الحفاظ على الأمن بالداخل يجب ان تنظف الصحراء الغربية من بقية المسلحين وغيرها. اذا تنظفت الصحراء ولزمت الحدود شيء طبيعي، اذا تنظفت من الخارج راح تتنظف من الداخل وما يصير بعد يعني دخول اي اختراقات أمنية. الأهالي ثمنوا دور القوات الأمنية في بسط القانون على مختلف مدن المحافظة، حيث شهدت حملة إعمار لم تشهدها منذ سنوات، مشددين على أهمية سلامة وحفظ الأمن في الأنبار من أي اعتداء خارجي. تنعم الأنبار بالأمن والأمان والاستقرار والازدهار، وعلينا أن نحافظ على هذا الازدهار والأمن ونحافظ على استقرار وأمن البلاد من الإرهابيين وفي الول داعش. الأمين هسه الموجود بالرمادي جيد جدا بالمحافظة، يعني الوضع زين تمام ومستقر. صحراء الأنبار الممتدة إلى 3 دول تسعى القوات الأمنية لتطهيرها بشكل كامل والقضاء على ما تبقى من خلايا نائمة تخرج وتنشط من أوكارها لتشكل تهديدا أمام طرق التجارة والأرتال الأمنية. من الأنبار مصطفى مهند، وان نيوز.